بواسطة الذكاء الاصطناعي ابتكر الطالبة في الصف الأول ثانوي نظاما يساهم القطاع الصحي ويحسن من الأداء المخبري، وشاركت ببحثها في أولمبياد إبداع. وللتفاصيل أكثر نرحب معكم مشاهدينا بضيفتنا الطالبة المبتكرة فرح المزيني. أهلا وسهلا بك، نورتينا يا فرح. أهلا فيك فرح. أول حاجة أبغاك تكلمينا عن هذا الابتكار الخاص بك، إيش هو بالضبط، كيف يعمل، وإيش هي فكرته؟ ابتكاري هو أتمتت عملية عد البكتيريا بواسطة الذكاء الصناعي المعزز عن طريق استيعاب الاختلافات في اللون والشكل في المستعمر البكتيري. حلو. طب فرح اسمي على قلبك، ايش الهدف من هذا الابتكار؟ تحسين الاداء المخبري وزياده دقه العد والتفريق بين المستعمرات البكتيريه. طب كيف تشوفي انه راح يساعد النظام الصحي؟ راح يساعد النظام الصحي في تشخيص الامراض، لان احنا لازم نعرف نوع البكتيريا عشان نشخص بعض الامراض. أيه. في مجال طب الاسنان مثلا. طب يعني الاسنان بالذات؟ لا مثلا، لانه يعني الطب بشكل عام، بس طب الاسنان ممكن نحتاج بشكل اكبر. الفكره غريبه، وانت قاعده تحكي عنها قاعده بحاول اتخيلها استوعبها. انا لما قريت الاسم وقريت الابتكار توقعت اني انا بشوف يعني جهاز. لا ها، توقعت اني اشوف شخص كبير. اي بسم الله على قلبك. بسم الله على قلبك، ذا العمر لا قوه الا بالله. شكرا. طيب ودي اسالك فرح، يعني من وين استلهمتي هذه الفكره؟ كيف جاتك؟ بالبدايه كنت ادور عن برامج تساعدني عشان اطور بحثي في ابداع، ولقيت برنامج اسمه مسيرتك، وتعرفت على واحده اسمها هي مشرفه اسمها، وهي اللي شجعتك، كان لها يعني الدور. احنا كنا نسوي زوم ميتنج وكنا نتكلم عن كيف اطور بحثي في ابداع، ايش المشاكل اللي تواجههم في مجال الطبي او مجال المعلوماتيه الحيويه. بعدين لقينا هذه المشكله وبديت اقرا ابحاث عنها، اتوسع فيها وتعلمت اكثر. ما شاء الله عليك. ايش الصعوبات والتحديات اللي واجهتك في البدايه؟ طبعا كل مشروع يواجه صعوبات. من الصعوبات والتحديات اللي واجهتها اولا في قراءه الابحاث العلميه، لان كان في كثير كلمات اكاديميه وممكن صعب افهمها لاني صغيره وكذا، بس مع كثره قراءه الابحاث تعودت وصرت افهمها. وفي كتابه البحث العلمي واجهت صعوبه في كتابه المصادر وتسلسل الافكار، لان لها طريقه غير عن كتابه المقالات العاديه، وتعلمت مع الاستمرار. ما شاء الله، يعني قدرت انك تلقي لها مخرج وترتبي امورك فيها لين ما سلكت الامور معك. احنا قاعدين نتكلم عن بكتيريا، مستعمرات، ذكاء اصطناعي، نتكلم عن مجال عمل او علمي بحت تماما. كيف يعني شوفي، انا شخص ادبي، انا الناس اللي يحبوا يحفظوا ما يحبوا يفكروا ابدا، لكن ابغى اعرف يعني مين حببك في هذا المجال؟ كيف حسيتي انه انا ميولي لا علميه اكثر؟ انت اولى ثانوي يعني لسه دوبك. بدأ حبي للمواد العلمية في المرحلة الابتدائية. كنت مرة أحب المواد العلمية وأخذ فيها درجات كاملة، خصوصا في مادة العلوم، يعني كنت الطالبة المتميزة لكل طالبة، ما شاء الله، لكل معلمة علوم درستني. بعدين انتقل ذا الحب للمتوسط، نقلت مدرسة ثانية تدرس بنظام ستيم، بعدين اللي هي ساينس تكنولوجي انجينيرينج اند ماثماتكس. بعدين صرنا نسوي أبحاث عن مثلا البيئة، الكيمياء، الأحياء، وهذه المجالات توسعت فيها، بديت أقرأ أكثر، سوينا برمجة، مشاريع، وزاد حبي لها. تبارك الله. ما شاء الله. خليني أسألك فرح، مين اللي حببك بهذه المواد؟ أكيد معلماتي لهم تأثير كبير، المدرسة، يعني القراءة وكذا، بديت أحب المواد العلمية. طب إيش اللي يخلي الطالب أو الطالبة أنه يحب المدرسة أو المدرسين؟ يعني اكيد انه المدرسه مرات نتكاسل عنها، ما ودنا نروح لها ولا لنا خلق يعني، بس لازم نحرص ان بيئه المدرسه تكون حلوه ايجابيه، مو بيئه سامه ومحبطه. لازم ان يكون في تنافس حميد، لازم ان نروح احنا متحمسين، مو ان بيئه سامه وما لنا خلق. خلاص بروح عشان اتخرج، عشان اخذ شهادتي، عشان اتوظف، عشان اخذ راتب. ما في دافع، ما في شغف. لازم يكون في عندك دافع، شغف، انك كل يوم تروح المدرسه بطاقه حلوه. يعني على سيره المنافسه، انت لك مشاركات كثير في اولمبياد الابداع، وكمان في بيبرز موهبه، يعني في اكثر من مكان. كمان ابغى اعرف يعني عن هذه المشاركات، كيف كان جو التنافس؟ بما اننا قاعدين نتكلم عن التنافس، ايش اضاف لك؟
ايش غير فيكي؟ اولا انا طالبه موهبه بس المشاركه في هذه المسابقات لا يتطلب انك تكون طالب موهبه. اولمبياد ابداع هي مسابقه بحثيه، تسوي بحث بعدين تسجل بياناتها. بيبراس موهبه هي مسابقه معلوماتيه خاصه بعلوم الحاسب. وكنجارو موهبه برضه شاركت فيها، هي مسابقه في علوم الرياضيات. كلهم مسابقات عالميه الا اولمبياد ابداع محليه. جميل. طب كيف تم اختيارك؟ ما يتم اختيارك في هذه المسابقات، انت تروحين تسجلين في موقع موهبه. مو لازم تكون طالب موهبه. طيب يعني انت الحين كسفيره في مسك صحيح؟ اي. طيب كلمينا، يعني هذا الشيء قد ايش ممكن بيفرق معاكي؟ ايش الاشياء اللي البرامج اللي تحسيها كذا قريبه منك واشتغلتي عليها؟ طبعا فخوره جدا كوني سفيره في مؤسسة محمد بن سلمان مسك. أنا سفيرة في برنامج اكتشف مسارك. هذا البرنامج هو لاكتشاف ذاتك، إمكانياتك، قدراتك، ميولك، وش المسار المهني اللي ودك تدخله. هدف البرنامج هو تأهيل الطالب أو الطالبة لمسارها المهني متماشيا مع رؤية 2030. جميل. طيب ايش أهدافه كانت؟ أهداف البرنامج؟ وتأهيل الطالب ل بس انه يأهلكم. تأهيل الطالب وتعليمه عن المسار المهني. طيب وش البرامج التطوعية اللي دخلت فيها فرح؟ التطوع بديت فيه من خامس ابتدائي. أول تطوع دخلته تم اختياري بالمدرسة أني أروح جامعة الأميرة نورة وأسوي تطوع لمتلازمة داون. كنت مرة سعيدة بذي الفرصة اللي جتني. تجربة جديدة غريبة أول مرة أسويها يعني. بعدين عجبني الوضع وصرت أدخل تطوعات زيادة مثل منصة وسيلة، وأيضا اكتشف مسارك هي فرصة تطوعية، ومبادرة متلازمة داون. أنا مرة دقيقة في متلازمة داون عشان أخوي متلازمة داون، وأحس أنه ودي أصنع التغيير في هذه المجتمع. مجتمع متلازمة داون. شفتي هذه الفرحة اللي فيكي، هذه السعادة اللي فيكي، وعيونك قاعدة بتلمع، الوالدة معاك صح؟ أكيد. يعني حتى أنا بشوف الوالدة كيف هي فخورة فيكي وأنت قاعدة وبتحكي وتسولفي، ف يعني أجمل تحية لك بصراحة. إي صادقة. وحابة إنه أنت كيف دعمتها وكيف قاعدة بتشوفيها وكيف هي ما شاء الله قاعدة بتحكي ومنطلقة، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحس إنه طموحك عنان السماء. إن شاء الله. كلمينا، يعني إيش تفكري في المستقبل؟ إيش حابة تسوي أكثر؟ أولاً أشكر ماما لأنها معاي الحين وأنها دعمتني من البداية، من بداية ما قررت أدخل مسابقات وأدخل ذا المجال يعني. وطبعاً بنت خالتي لما كانت معاي من بداية ما قررت أخذ مقياس موهبة وأصير طالبة موهوبة. وطبعاً طموحاتي أن أشارك في المسابقات البرمجية، ويعني مسابقات البرمجة والمعلوماتية، علوم الكمبيوتر بشكل عام. وبالنسبة للابتكار بإذن الله أنه قيد التطوير، وراح نشوف فيه تطور كبير بالأيام الجاية إن شاء الله. فرح، لو أبي أسألك عن نصيحة تقولينها وتوجهينها للبنات اللي بعمرك عشان يكون عندهم الشغف اللي عند فرح. النصيحة اللي أقدمها، خليكم واثقين من نفسكم. لا تستخفون بأي فكرة بحث تجيكم، لأن الأبحاث الكبيرة تبدأ من فكرة بسيطة. صحيح. كونوا يعني seeking for opportunities، لازم تدورون الفرص. روحوا أي فرصة عشان تعرفون إيش شغفكم وإيش اللي تحبونه. فرح، مرة شكرا لوجودك معنا اليوم، وإحنا فخورين فيك وإن شاء الله توصلين للشيء اللي تتمنينه بإذن الله وأكثر بعد. نورتينا. شكرا. أهلا وسهلا مشاهدينا، أكيد إحنا مكملين معاكم ولكن بعد الفاصل.